كتبت قصصهم في الرمال، في الرمال والماء. من الصعب العثور عليها، لكنها صحيحة على الرغم من ذلك. إرثهم عالم من الخيال، وفي كثير من الأحيان تجده في أعماق البحار، كمثل الإمبراطورية التي أسسوها في تلك الحقبة. في بعض الأحيان يطلق البحر آثار هؤلاء الرجال، مما يسمح بإلقاء نظرة إلى عالم يثير الدهشة من حيث الثروة المذهلة والجمال. عالم أبناء السندباد. هذا هو وطنه. في منتصف القرن الثامن الميلادي كانت عمان بلدا مستقلا محاطا بعالم الخلافة الإسلامية، والذي تمركزت عواصمه في دمشق ثم في بغداد لاحقا. وكانت صحار من أرض عمان أحد الموانئ الرئيسية ومركزا للسفن المتجهة إلى الهند وشرق أفريقيا والبحر الأحمر. مما قد يثير الاستغراب أن كثيرا من كبار البحارة والتجار لم يكونوا من سكان المناطق الساحلية، إذ إن أبناء السندباد أتوا من الواحات الكبيرة في الداخل مثل بلدة بوهلة. واحدة من قصصهم تبدأ من قرية قريبة من بوهلة. أبو عبيدة عبد الله بن القاسم شخصية عمانية لا يكشف التاريخ عنها إلا قليلا. كان يدعى الصغير لأنه كان نحيلا. كيف تكون حياة فتى في بداية القرن الثامن الميلادي يعيش في قريته بالقرب من بوهلة؟ عبد الله يعيش كغيره من الفتيان في مثل عمره، لكنه كان فتى موهوبا. إن التمر في عصر أبي عبيدة مصدر لا غنى عنه من المواد الغذائية، ولا تزال أشجار النخيل تميز حتى اليوم صورة كل واحة، كما تفعل ذلك القنوات المائية التي تم شقها باليد والتي تدعى فلج، ومن خلالها يتم سقي حقول المدرجات بالماء. المياه العذبة موجودة بكميات كبيرة في الجبال في عمان، إذ يتم تخزين مياه الأمطار في تجاويف الصخور، وتأتي إلى سطح الأرض عبر ينابيع كهذه. الأفلاج قنوات توصل المياه إلى الحقول، ويتم العناية بها عناية فائقة، حيث تطلى سواقيها وتحفظ جدرانها لتحفظ المياه، إذ الحياة في كل قطرة منها. بالنسبة إلى المسلمين هناك قاعدة مهمة، إن الناس شركاء في الموارد الأساسية ومنها المياه بالطبع. أما تبييل الماء فقد كان بالتأكيد أمرا طبيعيا للفتى النحيل الصغير القاطن بين جبال عمان. في محيطه الريفي هناك رموز غامضة تساعد في تقسيم مياه الأفلاج. كيف تعمل هذه الرموز؟ وتوزيع المياه مسألة مهمة حتى اليوم، أيضا في ولاية الرستاق التي تتوسط سلطنة عمان.
يجتمع المزارعون مرتين في العام للتفاوض على حصصهم من مياه فلج الميسر، وتوزع تلك الحصص من خلال تقسيم زمني يعتمد على حركة الشمس. بجانب السبلة تم تثبيت ساعة شمسية ويحدد ظلها مدة سقي كل حقل، إلى جانب الحصة الأساسية التي هي حق لكل فرد. هناك حصص إضافية تعرض في المزاد لمن يدفع أكثر. 75 95 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 وتسجيل نتائج المزاد بدقة. المسؤول عن هذا هو وكيل الفلج. في الأفلاج وقعت في مناطق اللي فيها الإباضية، والإباضية ماشية على خطهم، فاهتموا بهذا الجانب لأنه هذا يحكم العدالة بين طرفين، بين هذا وهذا، فماذا يخضع من إنسان إلى إنسان آخر. إن ينجح توزيع المياه خلال النهار هو أمر واضح، لكن المياه تتدفق أيضا في الليل. كيف تقسم الفلج في الليل؟ الليل عنجو، الليل يوم تسلم الشمس رد غيزة أثن الشمس عاد عنجو مكسمه. أحسنت. في الليل تعوض النجوم غياب الشمس، ويحدد ظهورها عبر الأبراج الحجرية تنظيم أوقات الري. هو واحد من المبادئ التي تأثر بها أبو عبيدة، وهذا ثابت في تعاليم الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. اكتسبت مدرسة إسلامية في عمان قبولا واسعا، وسميت نسبة إلى أحد مؤسسيها بالإباضية، ولها بعض المعتقدات والآراء الفقهية التي تمتاز بها مثل إسبال اليدين في الصلاة. ومع ذلك فهذه بالنسبة لهم قضايا فرعية. إن الفكر الإباضي يقوم على فهم الإسلام على أنه ليس مجرد نظريات تحشى بها الأدمغة، وإنما هو منهاج في واقع الحياة. فالمسلم لا يكون مسلما إلا إذا التزم بإسلامه في واقع حياته. إن أتباع المذهب الإباضي يلتزمون بالحياة وفقا للتعاليم الإسلامية، وفي حال الجدل حول بعض الأسئلة لا يعتمدون على التقليد المتبع بالتفسير فحسب، وإنما يستندون أيضا إلى تحكيم العقل. عندما كان أبو عبيدة شابا سافر من موطنه إلى مدينة البصرة التي كانت المركز الفكري الإسلامي المبكر، كان في البصرة والتي تعتبر الميناء البحري للعراق اليوم يتمثل جميع تيارات المذاهب الدينية الجديدة، ومن بينها الإباضية التي ينتمي لها أبو عبيدة. لقد اتبع دعوة إخوانه في الدين، والذين أرادوا تأسيس امبراطورية مستقلة في شمال عمان تحت قيادة إمام منتخب هو الجولندا ابن مسعود. يمكن تقدير الوقت المبكر لقدوم الإسلام إلى عمان من خلال هذا المسجد القديم في إبرة، إذ إن المحراب الأول موجه نحو القدس، والثاني موجه نحو مكة، والذي قرره الإسلام في عام 634. لقد كفت العمانيين رسالة واحدة من النبي محمد عليه السلام ومبعوث من لدنه ليدخلوا في الدين الجديد. أبناء السندبات هم بحارة وتجار، ولكن ماذا يصدرون وبماذا يتاجرون؟ وكان معروفا بأن اللبان والأقمشة الثمينة والبهارات بضائع متداولة. يعطي الاسم القديم لهذه الأرض إشارة إلى أنها قبل أن تدعى بعمان كان اسمها مجان، وتعود الإشارة إليها لأول مرة
منذ 4000 عام وهي تعني النحاس. وتعود هذه المباني الغريبة إلى ذلك العهد، وشكلها مثل خلايا النحل وتستعمل قبورا. كانت ذروة إنتاج النحاس في بداية العصر الإسلامي في زمن أبي عبيدة، تم صب هذا المعدن الثمين في قوالب. وقد تواجه علماء الآثار صعوبة في العثور على مثل هذه القوالب، لأنها تحولت إلى أسلحة وأدوات وقطع نقدية. اكتشاف مثل هذه القوالب يمكن أن يوفر معلومات مهمة عن جودة هذا المنتج المصدر. وبفضل التكنولوجيا الحديثة يمكن تحليل هذه العينات، ويتم تصنيف جودتها بحسب تركيز مادة النحاس فيها. And in 300 seconds I will have all the information I need. I will have the qualitative information regarding what elements are present in my sample and quantitative information regarding how much is the concentration of each one of these elements. هذه القوالب لم تكن متوافقة مع المطلوب، كانت صغيرة حتى يمكن بيعها، ومع ذلك فهذه البقايا تشير إلى جودة النحاس الذي اشتهرت به عمان. We have industries in Oman at that time. We have copper, like we have oil, we have a gas right now. So at that time, we can consider copper like gas or oil. You have prosperity and give Oman a good, a great advantage in the region. وعندما أصبح أبو عبيدة رجلا بدأ يشق طريقه ليصبح تاجرا معترفا به. حركة شوية. هي هي. وهو هنا يرافق قافلة تجارية تنقل قضبان النحاس إلى الصين. أبو عبيدة لم يكن جل اهتمامه التجارة فقط، أيضا كان أن يظهر كسفير لدولة إباضية مستقلة في عمان. إنها بداية الرحلة التي سوف تقود الشباب العماني من بهلة إلى نهاية العالم المعروف آنذاك. يمتد مسار الرحلة بالحيوانات عبر الجبال من بهلة، ثم تعبر القافلة عبر مرتفعات ينقل، ثم يبدأ النزول تجاه الشمال إلى السواحل. ومع الحيوانات المثقلة يمكن سير مسافة 25 كيلومترا في اليوم، لذا تستغرق الرحلة إلى صحار 10 أيام. مع ما يصيب البشر والحيوانات من مشاق وصعوبات، إلا أن وصول قافلة النحاس في موعدها مهم للغاية، إذ يجب أن تصل السلع المركز التجاري الأهم في عمان في الوقت المناسب، حيث يبدأ موسم الرياح الموسمية في فصل الشتاء. لم تكن في سوق صحار منتجات من حوض المحيط الهندي فقط، بل يوجد تجار من مختلف دول العالم. يشهد أبو عبيدة في صحار لأول مرة التنوع الثقافي والديني الذي تمنحه الرياح الموسمية. وهكذا يبدو نشاط الميناء الآن، ويشهد ميناء صلالة من جنوب عمان في الوقت الحالي نشاطا أكبر من غيره. والآن لم تعد الحمير هي وسيلة النقل، بل عبر الحاويات الضخمة بأعداد غير محدودة. في صحار حزام الواحات الواسع وإمدادات المياه المضمونة قد تكون من بين الأسباب التي جعلت صحار المدينة الساحلية الأكثر أهمية في عمان في ذلك الوقت. وبالتأكيد لم يكن ميناؤها هو السبب، إذ لم يكن بعد موجودا آنذاك. على الغواصين توضيح ما كان يمكن لصحار أن تقدمه للسفن القادمة في الفترة الإسلامية المبكرة. هل كانت المدينة تملك في ذلك الوقت المراسي التي ربما
أخفاها ارتفاع مستوى سطح البحر الآن؟ وهل كان هناك أكثر من مجرد شاطئ رملي مستوٍ دون أي حماية؟ سر صحار، هل سينكشف بعملية غوص واحدة؟ المنظر تحت سطح الماء يكشف مشكلة أخرى، حيث إن قاع البحر لديه تدرج منخفض جدا. أما عمق 5 أمتار من المياه وهو الحد الأدنى لرسو السفن التجارية لا يتحقق إلا على مسافة نصف كيلومتر من الشاطئ. لا يوجد أي أثر للمراسي. بالنسبة لمناء صحار، إلى الآن لم نتأكد بالفعل من موقع الميناء الفعلي، ولكن مع الدراسات الأثرية والتاريخية والبحث في الأرشيف الداخلي والخارجي سوف يكون هناك مزيد من الأدلة الأثرية والتي ممكن تقودنا إلى المكان الفعلي لميناء صحار. في حال أن صحار لم يكن لديها ميناء، كانوا يستخدمون قوارب صغيرة جاهزة لهذا الغرض. تحميل السفن التجارية الكبيرة عمل يدوي مرهق. أبو عبيدة يعلم كيفية مساعدة الآخرين. يستمر نقل البضائع المصدرة وكذلك مجموعات البحارة والمسافرين إلى السفن. لإعطاء السفينة استقرارا تحفظ قوالب النحاس الثقيلة في الأسفل. رفع الشراع المربع يتطلب مجهودا بدنيا كاملا، لكن هذا ليس مناسبا للفتى النحيل. بالنسبة للرجال من جبال عمان فإن البحر الشاسع هو بوابتهم للعالم، والرياح الموسمية المستمرة هي مفتاح هذه البوابة. مع الإبحار تصبح السفينة المتأرجحة وطنهم الجديد. إنه مكان عملهم وصلواتهم، حجرة معيشتهم ومنامهم، مطبخهم، وربما فيها يقبرون. هؤلاء الرجال كانوا يعتمدون على الله ثم على خبراتهم وموثوقية سفنهم. يعتبر الخبراء اليوم مراكب الدو في عهد أبي عبيدة إنجازا تكنولوجيا، ولكن ما الذي يجعل السفن الشراعية العربية قادرة على القيام بهذه الرحلات العظيمة؟ في زمن أبي عبيدة كان بناء المراكب الشراعية يتم بطريقة خاصة. أولا يتم تثبيت الألواح الخشبية واحدا بعد الآخر إلى عارضة السفينة، بعدها يتم إدخال الروافد والتي تعطي السفينة الصلابة المطلوبة. ولا شك أن هناك سببا لهذا النظام المعكوس في بناء السفن. ربما يمكن العثور على جواب لهذا السؤال في المدينة الساحلية صور. هنا يتم بناء المراكب الخشبية التقليدية الدو إلى اليوم. على الرغم من أن العمل يتم الآن بأيدي عمال آسيويين، بقيت بعض الأدوات اللازمة لبناء السفن مثل المطرقة والإزميل والمزحل دون تغيير. وهذه طريقة بناء السفن التقليدية في جميع أنحاء العالم. يقبع سر نجاح المراكب في الفترة الإسلامية المبكرة في مكان آخر. ربما نجد الجواب في موقع البليد الأثري في صلالة. وجد علماء الآثار في أنقاض المدينة الساحلية القديمة ألواحا من سفن خشبية استخدمت مجددا في بناء المنازل. تم التدقيق على هذه المكتشفات من الخشب وتاريخها بشكل علمي، ولكن حتى بالعين المجردة يمكن أن يرى ما يجعلها فريدة من نوعها. الألواح ليست مسمرة ولا ملصوقة ببعضها، بل ترتبط معا بواسطة الحبال، وهذا يعني أن السفن آنذاك
كانت تخاط مع عنك الملابس، وهكذا يمكن تفسير الترتيب المقلوب في بناء السفن. الروافد العارضية كانت ستعطل خياطة السفينة، لكن الاكتشاف يثير تساؤلات. هل السفينة المخيطة متينة بما فيه الكفاية؟ يقدم الإثبات العلمي أن هذا ممكن في مركز بناء القوارب التقليدية في مسقط. هنا لا تبنى السفن المخيطة باليد فقط، بل يعمل أيضا على الحفاظ على هذه التقنية القديمة ونقلها إلى الأجيال القادمة. يمكن تحقيق درزات متينة ومقاومة للماء بأبسط الوسائل، ولطريقة البناء هذه مزايا أساسية. طبعا إيجابيات سفينة الخياطة، طبعا فيها مرونة، وفيها كان يعملوا لها صيانة في المحيط الهندي، فالحديد كان غالي، فاضطروا الناس يستخدمون الحبل النارجيل في خياطة السفن. هؤلاء النساء من زنجبار يعلمن طريقة صناعة الحبال من ثمار جوز الهند. تغرق القشور في مياه مالحة لأسابيع، ثم تدق حتى تصير صوفا من الألياف الدقيقة. يتم جمع الألياف إلى خيوط قصيرة، ثم يجدل عدد منها لتصبح حبالا مقاومة للتمزق، وفي الأخير تنشأ الحبال القوية المضادة للماء عند تزييتها. إنها مهارة النساء التي تجعل رحلات الرجال ممكنة. نقطة الانطلاق للمهمة في القرن الثامن الميلادي من صحار. يستخدم البحارة الرياح الموسمية في الشتاء لتدفع المركبة على طول الساحل الهندي باتجاه الجنوب الشرقي. المعبر من الطرف الجنوبي من سيلان إلى سومطرة هو الجزء الأكثر خطورة في الرحلة، وللمرور من مضيق ملقى تصبح الرياح الموسمية الشتوية هي المطلوبة، وفقط مع الرياح الموسمية الصيفية التالية يتحقق الوصول إلى مدينة غوانجو في جنوب الصين على نهر اللؤلؤ، وتستغرق الرحلة على طريق الحرير البحري 8 أشهر. إن المراكب في الفترة الإسلامية المبكرة كانت مناسبة بشكل مميز للسفر حول العالم. لكن الرحلة خطيرة على أبناء السندباد. اللهم أعنا يا رب العالمين، اللهم أعنا في مهنتنا يا رب العالمين. وفي بعض الأحيان يبقى الدعاء ملاذهم الوحيد. ولكن يظل حلول الكارثة ممكنة. تثبت صور المركب الغارق من الفترة الإسلامية المبكرة. إنه غرق بالقرب من جزيرة بيلونتونج على الساحل الشرقي لسومطرة. لا نعرف إذا كان فريق البحارة قد نجا، لكن البضائع الثمينة المحملة على متن القارب لم تصل إلى وجهتها المقصودة. سنغافورة كان اسمها القديم تيماسيك، محطة مهمة بسبب موقعها الجغرافي الفريد، ويمكن معرفة الأهمية التجارية للمدينة من خلال متاحف هذه الدولة الحديثة.
توجد هنا أيضا إعادة بناء السفينة الغارقة في بيليتون. بنيت جوهرة مسقط في عمان بواسطة تقنيات الخياطة التقليدية، ثم أبحرت إلى سنغافورة. النسخة المماثلة للأصل هي دليل مثير للإعجاب، وإن طريق الحرير البحري في الفترة الإسلامية المبكرة يمكن إحياؤه. It's the first ship of this size and this nature that's ever been discovered anywhere in the world, both in terms of the type of construction it's made of and also in terms of the huge quantity of export wares from China, which shows that there was a major world network of trade going on already in the early 9th century. البروفيسور جون ميكسيتش لديه حق في الوصول إلى القطع الأثرية الفريدة من حطام مركب قرب بيليتون. I think the biggest quantity of intact Changsha bowls ever found before, there were only 500. And here we have 100 times as many as that. So the complexity of the whole nature of the maritime trade network of over 1,000 years ago suddenly becomes much more intriguing. الحمولة الهائلة لسفينة بيليتون تثير العجب، وسوف يحدد تاريخها ما إذا كانت دليلا على التجارة المباشرة بين الصين والبلاد العربية في زمن أبي عبيدة. We can date the ship fairly precisely. Radiocarbon dating is the one everybody thinks of. But the most precise date we've got off of wood so far is plus or minus 100 years. Whereas the Chinese ceramics and coins on board can give us a much more precise date. So everything fits to say that this would have been somewhere within that decade between 830 and 840. تبحر سفينة بيليتونج على طريق الحرير البحري حوالي 80 عاما بعد أبي عبيدة. البضائع والحطام تقدم أدلة قاطعة على التجارة المباشرة بين البلاد العربية والصين في الفترة الإسلامية المبكرة. When the ship was first discovered, it was obvious that it was somewhere in the Western Indian Ocean because of that type of lashing that was used on it, the way it was sewn together. But at first it was impossible to tell whether it was anywhere in Western India or all the way in the Persian Gulf Red Sea area. But the wood includes both types, which could be from Northwest India, but also from North Africa. And that suggests almost 100% conclusively that it must have been made in the Persian Gulf Red Sea, because they had no timber in that area. They had to import it, and sometimes they imported from India, and sometimes from North Africa. كان معروفا في الصين ما يفضله المشترون من جميع أنحاء العالم. وتصميم البضائع على متن سفينة بيليتونج يكشف الوجهة حيث كان يجب تسليمها. It's quite possible the ship was going back to Oman or the Persian Gulf area. Looking at some of the decorations, especially the ones on the blue and white ware, those palm fronds coming out of the lozenge shape, that was very common in the Persian Gulf during this period. And we don't find it anywhere else. So obviously it was made with that particular motif in mind by the potters using cobalt which came from the Persian Gulf region. عندما تمر سفينة أبي عبيدة بقارب الجنك الصيني، يتضح أن هدف رحلة السنة والنصف أصبح قريبا. غوانجو، والتي تسمى أيضا كانتون. تقع المدينة التجارية في أقصى جنوب الصين على نهر اللؤلؤ، وبالفعل كانت مدينة كبيرة في الفترة الإسلامية المبكرة وأهم سوق للسلع القادمة عبر البحر إلى الصين. يبدأ الموسم التجاري في الميناء النهري لمدينة غوانجو في وقت مبكر من الصيف. متحف محافظة غوانجو الجديد، حيث يتم حفظ الأدلة التاريخية للمدينة التجارية. تعرض الأدلة التاريخية لطريق الحرير البحري في قاعة واسعة. البروفيسور لي خبير في هذا المجال،
ويعرف المؤرخ أيضا محتوى السجلات الصينية التي تخبر عن حي الأجانب في غوانجو. 当时包括阿拉伯商人还有印度商人国外的商人到广州来做生意，大部分是定居在广州城市的西部，一个叫地方，这叫番坊。当时广州的地方政府专门划了一个区域给外国人做生意和居住。 يمكن للمرء أن يرى إلى اليوم كيف أنه تم فصل منطقة الأجانب عن بقية المدينة من خلال الشباك وقناة واسعة وقليل من الجسور. الانتقال غير المنضبط لم يكن ممكنا. 那么这个很多外国人他就居住在这个番坊这个地方，就是有他们自己，自治，包括他这个习惯啊，宗教信仰啊，还有他们有自己的首领。يملأ النشاط الشوارع خارج حي الأجانب. المدينة على نهر اللؤلؤ مدينة كبيرة حتى في وقت أبي عبيدة، ولربما يقدر عدد سكانها بنصف مليون نسمة، وهذا العدد المحتمل من سكان عمان آنذاك. يتم عرض الحمولة من النحاس في مبنى المزاد التابع للإدارة التجارية الصينية. هذا المعدن مطلوب للغاية، وقد ارتفع السعر بالفعل إلى مستويات كبيرة. تشتعل منافسة حادة بين التجار المحليين والأجانب. 60 العديد من الاستخدامات للنحاس، وفي ذروة فترة التبادلات الاقتصادية تكمن الحاجة إليه في صناعة القطع النقدية، وفي ذلك الوقت تكاد تكون قيمته موازية لقيمة الذهب. ]所以这个到唐代一直到宋代以后，这个 朝廷中国人就有很多人就把这个海外贸易做生意的地方叫做天子南库，像广州这地方泉州那地方，因为它是天子皇上的那个财富的宝库。另外一个重要的影响就是这个海上交往，除了经济的交往的，还有这个文化的、宗教的交往。所以通过这个海路，很多西方的 海外的那个宗教，比如这个伊斯兰教、佛教，也传到这个中国来。 المنارة الواضحة للعيان تشير إلى موقع أقدم مسجد في غوانجو، بالقرب منه حي الأجانب في المدينة، ويقع على نهر اللؤلؤ مباشرة. ورغم تغير مجرى النهر، إلا أن المنارة ظلت في مكانها، وظل معها استعمال المسجد منذ وصول أول علماء المسلمين إلى هناك. 这个主要呢是通过商业活动来到广州的。那么，因为我们现在所在这位置啊，怀圣寺周围以前是番坊，是外国商人，就是阿拉伯商人、波斯商人在这里汇聚的一个地方。瓦嘎斯老人家来中国传教呢，首先就是在这些 外国的侨民中间传播，然后由他们呢陆陆续续向中国的其他居民来传播伊斯兰教的。 يعد الصحابي سعد بن أبي وقاص واحدا من المسلمين الأوائل في الصين، وتذكر الروايات الصينية أنه عاش وعمل في بداية القرن السابع الميلادي، وأنه قد دفن هنا في غوانجو. وبعد 100 سنة في زمن أبي عبيدة كانت الجالية المسلمة في غوانجو
قد نمت بقوة في الأعداد والنفوذ. مؤذنا لكي نجمع المسلمين على أوقات الصلاة. لهذا أنا أقترح عليكم لكي نبني مأذنة. ماذا قولكم؟ والله أنت على صواب يا صديقي. يلزمنا أن نبني صومعة كبيرة تدل أولا على عظمة أمتنا وتمكننا من التلاقي في أوقات الصلاة، أليس كذلك؟ يا إخوان، أرى أنه لا داعي من بناء مئذنة كبيرة، أظن أنها تكلفنا الكثير من المال، والإسلام يدعو إلى البساطة والسهولة، فلا داعي للتباهي والتظاهر. كلام صحيح. والله أنت على حق يا صديقي. يا إخوان، لكن أنا لدي الحل. تقول الحل؟ تريدون الحل؟ أنا على مرأة الله. ما رأيكم تكون منارة المينة هي منارة المسجد؟ والله كلام منطقي. والله كلام منطقي. جيد جدا. رأي صحيح. يمين. إذا المؤذن يؤذن هناك ونجتمع في الصلاة. على بركة. على بركة. على بركة. على بركة. وتتم الموافقة على اقتراح حل وسط.淮圣寺的广塔呢是至今呢历史最长的塔了，已经有1300多年历史。在这个塔这个建立之初呢，这边已经形成了帆坊，因为这个地方靠近珠江，珠江边上建了一个塔，一个呢要满足我们宗教生活的功能，也就是阿扎尼，另外呢还能够起到一个导航的作用。 مع انتهاء الصيف ينتهي أيضا الموسم التجاري في غوانجو، وتنطلق السفينة المحملة إلى طريق العودة مرة أخرى. أما أبو عبيدة فيقرر البقاء في الصين. إنه لن يرى صاحبه إلا بعد سنتين. لم يحمل المسلمون الإسلام وحده إلى الصين، بل أخذوا معهم فاكهة أصبحت فيما بعد معروفة في كل أنحاء آسيا، التمور. في عمان تنتشر أشجار النخيل في كل مكان، وهذا له سبب وجيه. تنمو أشجار النخيل حتى في التربة الجافة، ويتم حصاد الثمرة الحلوة في فصل الصيف. محتواها من السكر مرتفع لدرجة أنها تحفظ نفسها وتدوم سنة واحدة على الأقل، وهذا الأمر يجعلها أيضا غذاء لا غنى عنه في الرحلات البحرية الطويلة. تجهيز التمور أمر يسير، يتم قطفها ثم انتقاؤها حسب الجودة باليد، وبعد أسابيع قليلة من وقت التجفيف تصبح صالحة للاستهلاك. يمكن أن تؤكل على هذا النحو أو أن يعالج لبها لاستخلاص الدبس. ولا تزال التمور سلعة تصدير ناجحة حتى اليوم. في الصين وفي زمن أبي عبيدة كانت التمور مطلوبة للغاية، ويقال إنه يتم مقايضتها بالخزف حسب أوزانها. بلغ الرجل من منطقة بوهلا بأخلاقه سمعة عالية في الصين. أبو عبيدة عبد الله بن القاسم، he was a merchant, he was a scholar. We said in Arabic he was عالم a scholar in Ibadi madhab or sect, you know. So at that time you see, you find people are scholar but at the same time they are merchant. الله أكبر. في المجتمع الأجنبي في غوانجو أصبح للتاجر أبي عبيدة أيضا سلطة دينية محترمة. وتزعم بعض المصادر أن إمبراطور الصين كرمه بلقب سفير الأخلاق الحميدة، ولربما قد شمل هذا العلاقات الإنسانية. الله أكبر. So they don't need even writing evidence, but it's a natural. They will, if they in China, they will be Chinese, or they in India, Mumbai, or Gujarat, or Mombasa. It is a human nature, and most of this business, I mean, Omani,
Initially, they were a good Muslim. So they're going to be long months, years, so it is naturally they will marry the local ladies. إن التجارة على طريق الحرير البحري لا تجلب السلع فحسب، بل أيضا أساليب الحياة المتنوعة. ولذلك اختار أبو عبيدة ومعظم التجار العرب العيش في الصين. في عهد أسرة تانغ كان التسامح أمرا مألوفا. وتتحدث الروايات عن حدث كان سببا لإنهاء حياته المهنية كتاجر، إذ إنه يشهد رأي العين كيف أن شركائه يصفون مساوئ السلعة عند شراء خشب العود للتقليل من ثمنه، وعند بيع المنتج نفسه يبالغون في مديح جودته. إنه سلوك أدى بالتالي إلى انفصال أبي عبيدة عن شركائه التجاريين. عالم الصين الغامض في عيد السنة الجديدة ينكشف بكل سحره. بالنسبة للتاجر من عمان البعيدة تصل الرحلة الطويلة إلى نهايتها. تغلق السجلات فصل الصين لأبي عبيدة عبد الله بن القاسم بجملة واحدة. لقد انتقل إلى مكة المكرمة وتزوج هناك. في سبتمبر من عام 2018 صدحت موسيقى الرقص الشعبية العمانية الجميلة في حديقة شاتو سوي بمدينة غوانجو. وهذه لحظة تاريخية، مع إزالة الستار ظهر نصب تذكاري جديد لسفينة صحار أمام أهل غوانجو. لن ينسى الكثير من الناس في غوانجو أنه في عام 1981 قامت مجموعة من الشباب العمانيين الشجعان بقيادة سفينة شراعية عتيقة وزاروا هذه المدينة مرة أخرى متخذين نفس مسار رحلة أبي عبيدة. مثل ما تعلمون أن علاقة عمان بجمهورية الصين الشعبية أول ذكر لها كانت في المخطوطات الصينية القديمة قبل الميلاد عند أسرة هان، وامتدت هذه العلاقة بعد ذلك لتنطلق الرحلات البحرية عن طريق سندباد العماني البحري أبو عبيدة عبد الله بن القاسم، الذي أتى إلى هذه المدينة وانفتحت الكثير من العلاقات التجارية. بعد ذلك في عام 1980 أمر صاحب الجلالة السلطان قابوس بإعادة فكرة هذه السفينة، سفينة صحار، وهي سفينة شراعية قديمة، وأمر بإعادة بناء هذه السفينة بنفس مواصفات القديمة. وبالتالي أبحرت هذه السفينة من سلطنة عمان إلى غوانجو بنفس المسار البحري، طريق البحري القديم، ووصلت هنا بعد 6 أشهر في 1981. وفي 1995 أقيم النصب التذكاري لسفينة شباب عمان لتذكرنا نحن
الأجيال الحديثة بهذه العلاقة وهذه الصداقة الممتدة. مع إعادة إزاحة الستار عن النصب التذكاري، لم تعد سفينة صحار رمزا لروح الأمة العمانية فحسب، بل أصبحت أيضا شاهدا خالدا على الصداقة التقليدية بين الصين وسلطنة عمان. مع مرور 1000 سنة يتغير الناس وتتطور الأمور، لكن تبقى الصداقة بينهما. لقد أسست الأمتان قناة اتصال بين الشرق والغرب، وكانت كل أمة منهما تقدر الأخرى أشد تقدير، وكل أمة منهما تطلق إشارات التبادل. ومن أجل عبور حواجز البحر بذلت الأمتان الشجاعة الفريدة والاستكشاف الشاق، بحثا باستمرار عن الطموح المشترك.